بنية جعفورية قريت وتعلمت وبديت خطوة ولا في البلاصة هادية. كبرت حلمتي فيا، فرحت ضحكت بكيت تخنقت وبالمسرح تنفست. في 17 ماي 2016 بدت حكايتي الحقيقية، شديت الثنية وشدت أمي على يدي ووصلتني للنقطة هذية بدعاها ورضاها عليا. وخويا اللي عود ريحة بابا اللي غايب عليا، بهم بديت ومنسيت بفهمهم ليا ومساندتهم الجدية، وبصحابي اللي آمنوا بيا وأولاد بلادي اللي بهم تعليت. توت مسوا حية من جديد، أنشطة فنية ولقاءات وندوات فكرية ومهرجانات ومعارض للفنون التشكيلية. بالفن حييت بلادي ورشعت سكتها للثنية، أحيينا ذكرى الكنيسة وسينما الراية المنسية، فضاء خاص بسيد تلمينا خدمنا ومكدينا في منطقة داخلية تحارب في اللامركزية الثقافية. أثناشن أستاذ مسرح متعهدين لممارسة الفن من غير تكملين، صوتي صوتهم مانيش ساكتين. طفلة صغيرة تبكي، أولياء تشكي من غياب الفضاءات الثقافية العمومية. مني ليكم أختكم تونسية من تيم سوار رومانية جعفور الآلية، طلوا عليا خليونا نكون يد في اليد من غير جهوية، ونحقوا حلم شبابنا حتى يعرف الثنية، وحقوا في الفن مش مزية. أنا هدير رزقي ومثلة مسرحية، بنية جعفورية بحساسي حكيت لكم عن تيم سوال من سنة.